السلام عليكم أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بكم مع هذا الدرس الجديد عبارات إنجليزية مهمة عن شهر رمضان. عبارات مهمة جدا، حضرت لكم أهم العبارات اللي تستخدموها حول شهر رمضان باللغة الإنجليزية. معكم أستاذ حسين الغالبي، مؤسس أكاديمية السفير في السويد. سوف نبدأ هذا الدرس إن شاء الله. حضر الكراسة والقلم، وكما اعتدنا سوف نكرر جميع الكلمات والعبارات بصوت عالي حتى نطق اللفظ الصحيح والكتابة الصحيح. طبعا الكراسة والقلم تكتب بأهم العبارات حتى تتعلمها وتتقنها وتحفظها بشكل سريع جدا إن شاء الله. لا تنسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى تحصلك جميع الدروس عند نشرها مباشرة إن شاء الله. طيب، عندنا مجموعة من الجمل اللي هي تبدأ بالصفحة الأولى، الصفحة الثانية والصفحة الثالثة، راح ناخذها ونشرحها بالتفصيل ونفهمها حرف حرف، جملة جملة إن شاء الله. يلا نبدي بالجمل الأولى. العبارة الأولى عندنا you must fast so that you may learn self restraint. You must fast so that you may learn self-restraint. Okay? يجب أن تصوم حتى تتعلم ضبط النفس. You must fast so that you may learn self-restraint. يلا نقرأها سويا. You must fast so that you may learn self-restraint. يجب أن تصوم حتى تتعلم ضبط النفس. Self-restraint، ضبط النفس. هذه كانت عندنا العبارة الأولى. ننتقل إلى العبارة الثانية الآن. Fasting is prescribed for you during a fixed number of days. Fasting is prescribed for you during a fixed number عدد محدود of days عليك الصوم خلال عدد محدود من الأيام. Fasting is prescribed for you during a fixed number of days. Okay, يلا نقرأها سويا. Fasting is prescribed for you during a fixed number of days. Okay, بإمكانك طبعا تكرار هذه العبارات كل عبارة 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح، ولا تنسى كتابتها بالكراس أيضا. خلينا الآن نروح إلى الجملة الثالثة. Saum or fasting باللغة الإنجليزية fasting يعني الصيام. Fasting. Saum or fasting. One of the five. واحد من 5 pillars of Islam. أحد أركان الإسلام الخمسة. One of the 5 pillars of Islam. Saum or fasting. One of the 5 pillars of Islam. Okay. Saum or fasting. One of the 5 pillars of Islam. الصوم أو الصوم باللغة الإنجليزية اللي هو fasting أحد أركان الإسلام الخمسة. Okay. إذا ننتقل إلى المقطع اللي بعده. وعندنا جملتين أيضا راح نفهمهن بالتسلسل. خلينا نبدأ بهذه الجملة الآن. Saum is the deliberate control of the body. Deliberate control of the body. Saum is the deliberate control of the body by an act of will. By an act of will. بفعل الإرادة. By an act. بفعل of will. بفعل الإرادة. Okay. Saum is the deliberate control. السيطرة المتعمدة. Control سيطرة. Of the body. السيطرة المتعمدة على الجسد. By an act of will. During the 29 or 30 days. During the 29 or 30 days. Of the Muslim month of Ramadan. خلال 29 أو 30 يوم من شهر رمضان المبارك. During the 29 or 30 days of the Muslim month of Ramadan. Okay. روح لل جملة اللي بعدها. The fast begins as the first light of dawn touches the horizon and ends with sunset. Okay, يبدأ الصوم عندما يلامس نور الفجر اللي هو the fast begins as the first light of dawn touches
touches يلامس first light of dawn نور الفجر أول نور للفجر touches the horizon يلامس الأفق and ends وينتهي with sunset عند غروب الشمس وينتهي بغروب الشمس okay وينتهي بغروب الشمس خلينا نقرأ سويا هذه الجملة الآن the fast begins as the first light of dawn touches the horizon and ends with sunset okay هذه نقرأها وهذه نقرأها بشكل سريع قبل أن ننتقل لبعدها some is the deliberate control of the body by an act of will during the 29 or 30 days of the Muslim month of Ramadan هاي الجملة الأولى الجملة الثانية the fast begins as the first light of dawn touches the horizon and ends with sunset خلصنا الجمل هذه عندنا هنا ثلاث جمل وهنا جملتين نروح للمقطع الأخير وعندنا جملتين فقط وننهي هذه الحلقة بعد لحظات ركز جيدا معي من الآن وهذه الجملة جميلة جدا معناها بالعربي يجب التأكد من عدم ارتكاب عمل أو فكر شرير إذا كانت عواطف القلب أو العقل أو السلوك المسلم خاطئ يفقد الصوم أهميته الحقيقية be made to make sure to make sure to make sure أن تتأكد no evil deed أفعال شريرة or thought أو فكر شرير is committed تم ارتكابه okay is committed تم ارتكابه يجب التأكد من عدم ارتكاب عمل أو فكر شرير be made to make sure no evil deed or thought فكر is committed تم ارتكابه if the emotions إذا كانت العواطف أو المشاعر of the heart or mind مشاعر القلب أو العقل or the behavior أو السلوك of the Muslim or wrong okay هي بدأت ب if يعني إذا if the emotions of the heart or mind or behavior of the Muslim are wrong مقطع ثاني الجملة شي يقول okay then the fast will إذن the fast الصيام will lose سوف يخسر its real significant أهميته الحقيقية real حقيقي significance أهمية okay أهميته الحقيقية يلا نقرأها سويا الآن be made to make sure no evil deed or thought is committed if the emotions of the heart or mind or the behavior of the Muslim are wrong, then the fast will lose its real significance. يجب التأكد من عدم ارتكاب عمل أو فكر شرير إذا كانت عاطفة القلب أو العقل أو السلوك behavior سلوك المسلم خاطئة are wrong يفقد الصوم أهميته الحقيقية then the fast will lose its real significance. تمام؟ نروح للي بعده عندنا الجملة الأخيرة اللي هي جملة مهمة نختم بها هذا الدرس وراح نسوي مراجعة سريعة قبل أن نختم هذا الدرس نقرأ كل العبارات بشكل سريع حتى نتأكد أنه إحنا حفظناها وكتبناها بالكراس أيضا وقرأناها بصوت عالي حتى نستفيد عنها من عدها ونستثمر وقتنا بالشكل الصحيح وهذه الجملة جملة بسيطة along with صلاة okay إلى جانب الصلاة along with صلاة okay إلى جانب الصلاة another important form شكل آخر مهم of worship العبادة okay مهم من العبادة another important form of worship من العبادة is fasting وهو الصيام okay along with salat another important form of worship is fasting وهو الصيام خلصنا هذه الجملة خلينا نرجع للجملة الأولى نقرأها بشكل سريع ركز جيدا معي من الآن وقرأ معي you must fast so that you may learn self-restraint الجملة الثانية كانت fasting is prescribed for you during a fixed number of days أحسنت صوم أو fasting one of the five pillars of Islam نروح لبعدها عندنا صوم is the deliberate control of the body by an act of will during the 29 or 30 days of the Muslim month of Ramadan. الروح البعدها The fast begins as the first light of dawn
touches the horizon and ends with sunset. مع غروب الشمس. وعدنا الجملتين الأخيرات كانت be made to make sure no evil deed or thoughts is committed if the emotions of the heart or mind or the behavior of the Muslim are wrong, then the fast will lose its real significance. الجملة الأخيرة كانت along with salat, another important form of worship is fasting. Great. أحسنت على المتابعة. شكرا لك على المتابعة. طبعا تابع هذا الدرس أيضا كيف أتحدث عن العيد باللغة الإنجليزية موجود داخل قناة سيفرس أكاديمي. وأيضا كيف أتحدث بالإنجليزية عن شهر رمضان عندنا نص كامل مفصل عن هذا الموضوع بإمكانك أن تجده داخل قناة سيفرس أكاديمي. لا تنسى اللايك سبسكرايب تفعيل زر الجرس ومشاركته مع الأشخاص المهتمين بالدروس الإنجليزية لأن هناك الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى هذه المعلومات باللغة الإنجليزية لكي يتطوروا وتنفتح أمامهم آفاق كثيرة وأبواب كثيرة في الحياة إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة وعلى وقتكم الثمين وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إلى اللقاء في درس آخر قريبا جدا إن شاء الله.